بسم الله الرحمن الرحيم. Red Eye. النهاردة في المحاضرة دي هنتكلم عن إيه هي الأسباب اللي هتخلي العين لونها أحمر. أول حاجة هنعملها إن إحنا هناخد هيستوري كويس من العيان، بعد كده هنشوف إزاي هنعمل examination للعيان ده، وبعد كده هنتكلم بالتفصيل عن إيه هي الأسباب اللي هتخلي العين لونها أحمر. History. زي ما قلنا، أول حاجة هنعملها إن إحنا ناخد هيستوري كويس من العيان. هنسأل العيان إيه؟ أول حاجة عن الـ onset of the disease، إمتى حصل. هنسأله عن الـ location، هل إحمرار العين ده موجود bilateral في عينين الاتنين، ولا unilateral في عين واحدة، أو sectorial واخد جزء من بياض العين. هل مصاحب للإحمرار ده فيه pain ولا painless؟ طيب، هل مأثر على الرؤية ولا لأ؟ visual disturbance. نسأله كمان عن الـ photosensitivity، لو الإضاءة مضايقاه ولا لأ. لو هو عنده discharge، ايه شكل ال discharge اللي عنده؟ هل هو watery ولا mucopurulent ولا purulent؟ عشان على اساس شكل ال discharge هقدر احدد نوع ال infection اللي عنده، سواء كان bacterial ولا viral ولا allergic. طيب، هل حصل trauma لل eye ولا لأ؟ اتخبط في عينيه ولا لأ؟ هل هو frequent contact lens wearer، بيلبس عدسات لاصقة كتير؟ هل حد في المنزل معاه حصل له نفس القصة anyone else with red eye؟ وهل في مصاحب للإحمرار ده في systemic manifestation زي الفيفر ولا لأ؟ تاني حاجة هعملها هي الإكزامينيشن، ومهم جدا إن أنا أفحص العيان كويس. أول حاجة هعملها إن أنا هقيس للعيان الفيجوال أكويتي أو حدة الإبصار من غير النظارة وبالبين هول. كمان هفحص العيان بالسليت لامب، هبص على ايه؟ هبص على الكونجنكتايفا او الملتحمة، والاجزاء بتاعتها اللي هي البلبر اللي على بياض العين، او البالبيبرال بعد ما بقلب الجفن. هبص كمان على السكرينا اللي هي بياض العين. هبص على الكورنيا القرنية، سواء كانت كلير او مش كلير، فيها فورين بودي مثلا او فيها سحابة او فيها ألسر. مهم جدا ان انا اصبغ الكورنيا بفلوريسين عشان تو ديتكت الابريجن او الالسر. هبص كمان على البيوبل واقيمه بالنسبه للشيب بتاعه ورياكشن اند اكوموديشن تو لايت، طبيعي ان هو يبقى راوندد ريجولر اند رياكتيف. هعمل اسسمنت للاي موفمنتس في كل الاتجاهات، وهل مصاحب للاي موفمنت ده هل في بين ولا مفيش بين، و هل العيان شايف الحاجة واحدة ولا شايفها اتنين، سميها ديفلوبيا. هحط العيان كمان قطر التوسيع وهبص له على الفندس، نسميها فندوسكوبي. هقيس للعيان كمان التنشن بتاعه، الانتراوكلر بريشر او ضغط العين، نسميه تونومتري. واخر حاجة هعملها هبص على الليمف نودز اللي هي البري اوليكلر لو فيها اي انلارجمنت. بعد ما أخدنا هيستوري من العيان وفحصناه كويس، عاوزين نعرف إيه هي الأسباب اللي تؤدي إلى الريد آي أو إحمرار العين. هنمسك جزء جزء في العين، وهنتكلم عن إيه هي الديزيز اللي ممكن تحصل فيه وتؤدي إلى الريد آي. فهنتكلم أول حاجة عن الكونجنكتايفا، إيه الديزيز اللي ممكن تحصل في الكونجنكتايفا اللي تؤدي إلى الريد آي. هنتكلم كمان عن الكورنيا أو القرنية. هنتكلم عن السكليرا بياض العين. هنتكلم عن الانتيريور تشامبر اللي هي الخزانة الأمامية، زي ما احنا شايفين في الصورة اللي قدامنا دي، البوينتر الجزء اللي انا معلم عليه ده اسمه الانتيريور تشامبر، ما بين الكورنيا وعدسة العين ده الانتيريور تشامبر. هنتكلم كمان عن الايريس والسيليري بودي. هنتكلم عن الايليد، واخر حاجة هتكلم عليها هي الاوربت. هنشوف في كل جزء من العين ايه هي الديزيز اللي بتحصل فيها اللي تؤدي الى الريد اي. كونجنكتايفا الملتحمة، اول حاجة هنتكلم فيها في الكونجنكتايفا هي السب كونجنكتايفا الهيمرج. احنا زي ما شايفين في الصورة اللي قدامنا دي، ده تجمع دموي تحت الكونجنكتايفا، بسميه سب كونجنكتايفا الهيمرج. هي usually asymptomatic، العيان مش بيشتكي من حاجة غير الشكل اللي قدامنا ده. زي ما قلنا
It is blood underneath the conjunctiva. طيب ايه اسباب؟ ليها اسباب كتير، من ضمنها اما العيان يكون حصل له تروما، اتخبط في عينيه، او ان هو دعك في عينيه جامد rubbing of the eye، او valsalva maneuver، او كمان لو العيان ده عنده hypertension زيادة في ضغط الدم، او ان العيان ده عنده bleeding disorder، وممكن كمان تكون idiopathic ملهاش سبب محدد. طيب it usually resolves within من 10 to 14 days without any medication. تاني حاجة هنتكلم عليها هي الانفلاميشن of the conjunctiva اللي هي الكونجنكتيفايتس، وده يا اما تكون viral او تكون bacterial او تكون allergic. طيب هنتكلم على الفيرال conjunctivitis وسببه بيكون infection of the adenovirus. طيب symptoms العيان بيجي يشتكي من ايه؟ العيان بيجي يشتكي من watering of the eye، في soreness و sensitivity to light، وممكن يبقى فيه blurred vision، وغالبا ال second eye is involved after من 3 to 7 days. طيب signs، لو انا بصيت على العيان ده على السليت لامب هشوف ايه؟ زي ما احنا شايفين قدامنا في الصورة دي، في lid edema ورمان في الجفت، في diffuse conjunctival injection الكونجكتيفا لونها محمر، الديسشارج دايما في الفيرال بيبقى ووتري، وممكن الاقي بري اوريكولار ادينوباثي. طيب التريتمنت بدي للعيان ده ايه؟ بقول له يعمل كولد كومبريسز، بدي له ارتفيشال تيرز، واخليه يهتم جدا بالانفكشن كنترول عشان ما يعديش حد. بعد ما اتكلمنا على الفيرال كونجكتيفايتس هنتكلم على البكتيريال كونجكتيفايتس. الكوزيتيف اورجانيزم ممكن يكون ستاف اوريس او ستريبت او هوموفيلس انفلونزا او موراكزيلا. طيب السيمبتومز العيان بيجي يشتكي من ايه؟ من اريتيشن، بروفيوز ديسشارج، الديسشارج اللي عنده بيبقى كتير، وممكن يؤدي الى انترميتنت بلورد فيجن. طيب لو انا بصيت على العيان ده هشوف ايه؟ طبعا هشوف ميكوبيرلنت ديسشارج، الديسشارج بتاعه بيبقى ميكوبيرلنت مسفر زي ما احنا شايفين قدامنا في الصورة، هيبقى فيه ليد إديما، وبرده هيبقى فيه ديفيوز كونجكتيفال انجكشن. يبقى اللي هيفرق لي ما بين الفيرال والبكتيريال شكل الديسشارج. طيب التريتمنت هعالجه ازاي؟ هقول له يستخدم وورم كومبريسز كمادات مياه دافية، وهديله برود سبيكترم انتيبيوتكس. تالت نوع هنتكلم عليه وهو الالرجيك كونجنكتيفايتس، وده بيبقى سيزونال، يا اما العيان يبقى عنده هيستوري اوف اتوبيك ديزيز، او يبقى نتيجه للايربورن الرجين. طيب سيمبتومز العيان بيجي يشتكي من ايه؟ العيان بيجي يشتكي من اتشينج، تاني حاجه من تيرينج، العينيه تفضل تدمع، وانترميتنت بلوري فيجن. طيب ساينز انا لما اجي ابص على العيان ده على السليت لاب هشوف ايه؟ هشوف ان هو عنده بايلاترال في عينين الاثنين ديفيوز كونجنكتيفال انجكشن، والنوع الشارج اللي عنده هيبقى ووتري تو سترينجي ميوكويد. يعني ايه سترينجي ميوكويد؟ يعني الشارج بيبقى عامل زي الخيط. طيب بالنسبه للتريتمنت هديله ايه؟ اول حاجه هقول له تو افويد الرجنز، وانصحه دايما ان هو يبعد عن الشمس والتراب. تاني حاجة هديله cold compresses، اخليه يعمل كمادات مية ساقعة، هديله كمان artificial tears، هديله systemic and topical antihistamines زي النافكون اي اي دروبس، وهديله كمان topical mast cell stabilizer زي البتانول اي دروبس. تريجيوم او الزفرة بالعربي زي ما احنا شايفين في الصورة اللي قدامنا، ده التريجيوم، وده عبارة عن fibrovascular tissue encroaching او زاحف من الكونجنكتيفا وداخل على الكورنيا. طيب سببه ايه التريجيوم؟ هي chronic irritation اما by ultraviolet rays او dust او نتيجة للحرارة العالية. طيب
التريتمنت بتاعه ايه؟ ان احنا بنعمل له سيرجيكال اكسيجن. دراي اي او جفاف العين، ربنا خلق لنا الدموع عشان تحافظ على العين. الدموع دي بتفرز عن طريق غدد اما بداخل العين او حواليها. الدموع دي بتتكون من 3 طبقات، اول طبقة هي الاويلي لير which prevents evaporation of the watery layer، تاني طبقة هي الميوكس لير، واخر طبقة عندي هي الواتري لير. لو حصل deficiency في اي من الطبقات دي بيؤدي الى dry eye. طيب ايه هي الاتيولوجي؟ الاتيولوجي اما يكون idiopathic، مفيش سبب معين، ده بشوفه في الاماكن والمناطق اللي الجو بتاعها dry و hot، او يكون عندي collagen vascular disease زي rheumatoid arthritis، او يكون عندي conjunctival scarring او فيتامين اي ديفيشنسي. سيمبتومز، العيان بيجي يشتكي من ايه؟ اول حاجه بيجي يقول لي ان هو حاسس بشكشكه او جسم غريب بداخل العين، burning or foreign body sensation. تاني حاجه بيجي يقول لي ان انا مش بقدر افتح عيني في الاضاءه، الاضاءه بتضايقه. تالت حاجه ممكن ان هو الدراي اي ده ياثر على الرؤيه، ده نتيجه لان طبقة الدموع دي مش منتظمة على القرنية. رابع حاجة ممكن يؤدي في آخر اليوم إن هو يكون عنده صداع. آخر حاجة ممكن يشتكي إن هي عينيه بالدمع، وغالبا بيبقى في عيني الاتنين. طيب التريتمنت بدي العيان ده إيه؟ بديله artificial tears. كورنيا القرنية، corneal abrasion او خدش في القرنية. لو احنا بصينا للصورة اللي فوق دي هنلاقي ان دي عين عيان اتخبط فيها، حصل ان جزء من ال surface epithelium وقع. بعد ما وقع لو احنا صبغناه بفلوريسين ستين هياخد الصبغة وهيبان لي باللون الاخضر ده. لو احنا بصينا على الصورة التانية هي نفس الصورة، بس بدل ما استخدم الوايت فلتر بتاع السليت لاب هستخدم الكوبالت بلو فلتر، هيبان لي الجزء اللي الابثيليوم واقع فيه اوضح وواخد الستين باللون الاخضر اللي هو ده. طيب يبقى ده عبارة عن surface epithelium sloughed off، واقع، ده usually due to trauma. لو انا صبغته بالفلوريسين هياخد الصبغة ويبان لي باللون الاخضر. طيب العيان هيجي يشتكي من ايه؟ العيان هيجي يشتكي من pain، foreign body sensation، عينيه هتفضل تدمع وتبقى لونها احمر. طيب treatment هدي العيان ده ايه؟ هديله topical antibiotic eye drops، هنصحه ان هو ما يتعرضش للهواء والتراب، واغطي العين بالاي باندج، وبعد كده هقوله ان انت تجنب ان انت تدعك في عينك، وهديله قطرات مرطبة artificial tears. foreign body، واحنا بصينا للصورة اللي فوق دي فهنلاقي ان في رايش على الكورنيا، اما الصورة اللي تحت دي فهلاقي ان في رايش على الجفن من جوه. طيب مهم جدا ان لو العيان جه اشتكى من foreign body sensation ان انا افحص الكورنيا كويس، وان انا كمان اقلب الجفن عشان اقدر اشوف لو في اي فورين بودي. طيب ايه هو الايتيولوجي؟ الايتيولوجي اما يكون بسبب دريلينج، سواء الناس اللي بتشتغل في الحفر او الناس اللي بتشتغل في الحدادة ممكن رايش يدخل في العين، او due to exposure to dust. طيب clinical picture، العيان بيجي يشتكي من ايه؟ بيجي يشتكي من foreign body sensation، شكشكة في العين، من pain، وجع، لاكريميشن، عيني تفضل تدمع، فوتوفوبيا، مش قادر يفتح عينيه في الضوء، ودايما بتبقى لونها محمر. طيب التريتمنت هعالجه ازاي؟ اول حاجة هعمل ريموفال للفورين بودي ده لو هو نان ميتاليك، اما ان انا اشيله بسبونج او ان انا اغسل عين العيان كويس بسالاين. لو هو ميتاليك فورين بودي بجيب انسولين سيرنج و بشيل بيها الفورين بودي ده. تاني حاجة بديله انتي بايوتيك اي دروبس، وبعد
انا بكتب له الانتيبيوتيك اي دروبس بغطيها له، بيفضل مغطيها لمدة يومين. كورنيال كيميكال بيرن، دي من المواضيع اللي انا بعتبرها emergency في العين. الكيميكال بيرن ده يا اما يبقى caused by an alkali او الاسيد. الاسيد penetrate more quicker and faster than the alkali، ولكن الالكلي is more serious than the acids. يبقى الكورنيال كيميكال بيرن ده اوفثالميك emergency، it can be acid or alkali. زي ما قولنا ان الالكلي penetrate further and is more serious than acids، and acids coagulate protein forming a protective barrier. طيب الالكلي والاسيدز دول بيعملوا ايه لما بيخشوا في العين؟ ممكن يعملوا necrosis of the conjunctiva and corneal epithelium and stroma، وده يؤدي الى perforation of the cornea. طيب التريتمنت، بعالج العيان ده ازاي؟ اول حاجه بديله topical anesthesia عشان اقلل له الوجع، بفتح له عينه كويس بالسبيكولوم، وبغسلها له كويس قوي بالصلاين، يبقى copious irrigation، وابقى متأكد جدا ان مفيش اي حاجة فاضلة لا على surface of the cornea والconjunctiva او تحت الجفون. بعد ما بغسلها له كويس بديله topical antibiotics. corneal ulcer او قرحة في القرنية، it can be caused by infection. الانفكشن ده يا اما يكون bacterial infection which can be caused by dry eye او contact lens او lid malposition. It can be viral infection which can be caused by herpes simplex virus او herpes zoster. It can be caused by fungal infection، واخر حاجة عندي protozoa infection which is caused by a cancer في contact lens wearer. لو احنا بصينا للصورة اللي فوق دي، فده viral infection وعامل لي corneal ulcer by herpes simplex virus بسميه dendritic ulcer، branching كده بنسميه dendritic ulcer. لو احنا بصينا للصورة التانية دي، فده عبارة عن bacterial infection عامل لي corneal ulcer وعندي تحت hypopia. طيب السبب التاني هو mechanical or traumatic، يعمل لي corneal ulcer زي ما ذكرنا قبل كده في corneal abrasion والforeign body، يعمل لي sloughing للepithelium ويساب لي bare area تعمل لي corneal ulcer. السبب الثالث تكون chemical injury زي الالكلي والاسيد، وزي ما ذكرنا قبل كده ان الالكلي injury are more worse than the acid. هنتكلم هنا في السلايد ده عن الفيرال انفكشن which can cause corneal ulcer، وزي ما قلنا قبل كده it can be caused by the herpes simplex virus او الهربس زوستر. لو احنا بصينا للصورتين اللي قدامنا دول، فده شكل الدندريتك ulcer اللي caused by the herpes simplex virus، هو عبارة عن ulcer branching واخره في knobs او bulbs core. الصورة التانية دي عبارة عن دندريتك ألسر برضو، بس حاطين له فلوريسين ستين واخد الستين باللون الأخضر ده، واضح جدا بالكوبالت بلو فلتر على السليت لامب. طيب السيمتومز، العيان بيجي يشتكي من ايه؟ العيان بيجي يشتكي من فوتوفوبيا، مش قادر يفتح عينيه في الضوء، وعنده وجع وعينيه بتدمع باستمرار. طيب ساينز، انا هشوف ايه على السليت لاب؟ هشوف في حالات الهربس سيمبلكس فيروس انفكشن، هشوف الدندريتك ألسر زي ما شرحناها with terminal bulbs، في reduced corneal sensation، وهشوف الهاتشنسون ساين اللي هي عبارة عن vesicular lesions on the side أو tip of the nose which is pathognomonic for herpes zoster infection. طيب التريتمنت، هعالج العيان ده ازاي؟ هعالجه بالtopical antiviral eye drops. سكليرا او بياض العين،
Episcleritis يعني ايه episcleritis؟ episcleritis ده inflammation of the episclera، والepisclera دي is a clear layer on the top of the white part of the eye which is the sclera اللي هي بياض العين. طيب الepisclerosis ده بيبقى superficial وسببه يا اما يكون idiopathic او لو البيشنت ده عنده collagen vascular disease زي الحالات اللي عندها rheumatoid arthritis. طيب العيان بيجي يشتكي من ايه؟ يا اما يبقى asymptomatic ما عندوش شكوى، او يبقى عنده mild pain و redness of the eye. طيب treatment هدي العيان ده ايه؟ يا اما يبقى self limiting وال episcleritis يروح لوحده، او ان انا بديله topical treatment زي corticosteroids eye drops او artificial tears او non-steroidal anti-inflammatory drugs eye drops. سكليرايتس يعني ايه؟ سكليرايتس يعني inflammation of the sclera او بياض العين. الكوز ايه؟ يا اما يبقى infectious نتيجة للبكتيريال او viral او fungal، او يبقى autoimmune mediated زي الحالات اللي عندها rheumatoid arthritis. طيب العيان بيجي يشتكي من ايه؟ بيجي يشتكي من severe pain، من photophobia و tearing. طيب لو انا بصيت على العيان ده على السيت لامب هشوف ايه؟ هنبص للصورة اللي قدامنا دي هلاقي ان السكليرا ايديماتس، ممكن يحصل thinning of the sclera وتديني bluish coloration، هلاقي كمان ان السكليرا بلاكسس فيها congestion، وزي ما احنا شايفين قدامنا ان blood vessels are irregular. طيب هقسم السكليرايتس دي الى ثلاث انواع، لو هي شكل النوديول هسميها nodular، لو هي diffuse في السكليرا كلها هسميها diffuse، ولو حصل نيكروزس بسميها نيكروتايزنج. طيب بالنسبة للتريتمنت هعالج العيان ازاي؟ على حسب الكوز، لو هو انفكشس يبقى هديله انتيبيوتكس. طيب لو هو اوتو اميون ميديتد يبقى هعمل سيستميك ايفالويشن للبيشنت. في حالات المايلد تو مودريت كيسز بديله اورال نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز، في الحالات اللي هي non-steroidal anti-inflammatory drugs are ineffective with severe cases بديله corticosteroids. anterior chamber أو الخزانة الأمامية. hyphema يعني إيه hyphema؟ يعني accumulation of blood in the anterior chamber. لو إحنا بصينا للصورة اللي قدامنا دي هلاقي إن ال blood متجمع في ال anterior chamber اللي هو ما بين الظهر الكونيا وقدام الايرس. الليفل بتاع البلاد ده بيحدد لي السيفيريتي اوف ذا كيس. طيب ايه هو الايتيولوجي؟ سببه ايه؟ يا اما يكون تروما نتيجه خبطه جامده، وغالبا بيبقى accompanied by increase في الانترا اوكولار بريشر زياده في ضغط العين. طيب ايه هو الكلينيكال بيكتشر؟ العيان بيجي يشتكي من ايه؟ اول حاجه painful red eye، تاني حاجة blurry clouded or blocked vision على حسب ال level of the blood، تالت حاجة sensitivity to light. طيب treatment هعالج ازاي؟ اول حاجة هلمت ال physical activity لل patient واقول له ان هو يرفع راسه لفوق to 40 degrees. تاني حاجة هنصح العيان ان هو يلبس اي شيلد. تالت حاجة هديله ستيرويد اي دروبس عشان تو ليميت الانفلاميشن، وهديله دايليتنج اي دروبس عشان تو ديكريز البين. اخر حاجة عندي ان كيس اوف سيفير هايفيما سيرجري مي بي ريكوايرد تو ريموف ذس بلاد. Iris and ciliary body. Acute angle closure glaucoma. زي ما شرحنا قبل كده في محاضرة الجلوكوما يعني ايه acute angle closure glaucoma؟ يعني ان ال trabecular meshwork بيحصل له obstruction by the peripheral iris فيمنع ال aqueous outflow فيؤدي الى increase في ال intraocular pressure. طيب العيان بيجي يشتكي من ايه؟ symptoms
severe ocular pain وجع جامد blurred vision عشان الكورنيا مش clear hallows headache وممكن كمان nausea and vomiting. طيب لو انا العيان ده بصيت عليه على السليت لامب هشوف ايه؟ اول حاجه diffuse injection هلاقي ان العين محمره زي ما احنا شايفين قدامنا في الصوره اللي تحت. corneal edema الكورنيا not clear ده due to increase في intraocular pressure. هلاقي ان البيوبل بتاعه mid dilated fixed and is not reactive to light. ولو استلو تنشن هلاقي في raised intraocular pressure. treatment هعالج العيان ده ازاي؟ في حاجات هديها له systemic وفي حاجات هديها له topical. طيب اهم حاجة عندي ان انا هبقى التارجت بتاعي ان انا انزل الانتراوكلر بريشر سواء ب الهايبر اوزموتيك ايجنت زي المانيتول سوليوشن هعلق له محلول مانيتول بيبقى 20% وهديه له انترافينوس. طيب الكمية اللي انا هديها له هديها له قد ايه؟ على حسب البودي ويت بتاعه هديله 1 لـ 1.5 جرام كل كيلو جرام للويت بتاع البيشنت. طيب تاني حاجة هديها له هي السكريتوري انهيبيتورز سواء كان سيستميك اورال زي الاسيتازولمايد وده هديه له 4 تقراص في اليوم ب 250 ملي جرام لمدة 4 ايام او ان انا اديه له كمان توبيكال في صورة البيتا بلوكرز اللي زي قطرة التيمولول بتبقى 0.5% وبديها له مرتين مرة الصبح ومرة بالليل. كمان بديله بايلوكاربين وده بيعمل بيوبيلو كونستريكشن عشان يوسع لي الانجل. بالنسبة للسيرجري بعمل له ايريدكتومي ان انا بفتح فتحة صغيرة في الايرس عشان تقلل لي الانتراوكلر بريشر. يوفيتس يعني ايه يوفيتس؟ يعني inflammation of the iris, ciliary body or choroid. هنتكلم على الانتيريور يوفيتس اللي هي خاصة بالانفلاميشن اوف ذا ايرس اند سيلري بودي بس. سببها بيبقى من 50 لـ 70% منها ايديوباثيك او تبقى اسوشيتد وذ سيستميك ديزيز اور انفكتيف زي في حالات التي بي سيفيلس هيربس سيمبلكس فيروس او الاتش اي في. طيب الكلينيكال بيكتشر شكل العيان بيبقى عامل ازاي؟ بيجيلي بسادن اونست ريد بينفول اي بيبقى فيه فيجوال ديستربنس وبيبقى عنده فوتوفوبيا. طيب لو انا بصيت على العيان ده على السليت لامب هلاقي ايه؟ اول حاجه في الصوره الاولانيه هلاقي بيري ليمبال انجكشن. يعني ايه بيري ليمبال انجكشن؟ يعني كونجنكتيفال انجكشن ان البلاد فيسلز تبقى انلارجد ده ديو تو انفلاميشن بس بيري ليمبال يعني ناحيه الليمبس. طيب الاقي كمان في فلير وسيلز في الانتيريور تشامبر. هلاقي كراتيك بريسبتس. يعني ايه كراتيك بريسبتس؟ زي في الصورة التانية في نقط كتير على ظهر الكورنيا ده inflammatory cells due to inflammation ده اللي بسميه كراتيك بريسبتس. هلاقي كمان هايبوبيون. هايبوبيون يعني باس في الانتيريور تشامبر زي اللي انا معلم عليه ده بالبوينتر. وهلاقي ان البيوبل سلاجش. يعني ايه سلاجش بيوبل؟ يعني ان البيوبل عندها slow response to light. طيب بالنسبة للتريتمنت هدي العيان ده ايه؟ اول حاجة هديله ميدرياتكس to prevent formation of synechia. يعني ايه synechia؟ يعني ان الايرس تلزق يا اما في ظهر الكورنيا ده بسميه anterior synechia او انها تلزق في اللانس وده بسميه posterior synechia. فلما اديله ميدرياتكس قطرات بتوسع البيوبل فده يمنع formation of the synechia. تاني حاجة بديله steroids عشان it acts as anti-inflammatory and anti-fibroblastic. eyelid الجفن acquired trichiasis definition it is mal-directed lashes with normal position. لو انا بصيت للصورة اللي قدامي دي فهلاقي ان انا عندي eyelashes طالعة في المكان المظبوط بس الدايركشن بتاعها هو اللي مش مظبوط وده اللي بسميه تريكيزس. طيب ايه التايبس بتاعتها؟ لو عندي 4 لاشز اور لاس مال دايركتد بسميها رابينج لاشز. لو انا عندي اكتر من 4 لاشز مال دايركتد بسميها تريكيزس. ايه هي الايتيولوجي؟
التشالجي ممكن يكون بسبب التراكوما، مرض التراكوما، او ulcerative blepharitis اللي كنا شرحناه قبل كده، او ستاي دمل، او تيومر، او نتيجه البيرن، او ممبرينس كونجنكتيفايتس. طيب بالنسبه للكلينيكال بيكتشر، العيان هيجي يشتكي من ايه؟ هيجي يشتكي من فورين بودي سنسيشن، حاسس بجسم غريب جوه العين، لاكريميشن، عينيه هتفضل تدمع، فوتوفوبيا، مش قادر يفتح عينيه في الضوء، وكمان بليفروسبازم اللي هي فريكوينت بلينكينج، العيان يفضل يبربش. طيب العيان ده لو بصيت عليه على السليت لامب هشوف ايه؟ هشوف مال دايركتد لاشز، ودي هتعمل لي كونجنكتيفال هايبريميا، الكونجنكتيفا هتبقى محمره. ممكن الاقي كمان انتروبيون، وهي رولينج انوردز اوف ذا ايليد مارجن، ودي هنشرحها بعدين. طيب بالنسبه للكومبليكيشنز ممكن الاقي ايه؟ ممكن الاقي حاجتين، ودول هيبقى بسبب الميكانيكال اريتيشن اوف ذا اي لاشز. لو على الكونجنكتيفا هتعمل لي كرونيك كونجنكتيفايتس، لو على الكورنيا هتعمل لي يا اما كورنيا ulceration او باسيفيكيشن vascularization للكورنيا او كريتانايزيشن. تريتمنت بالنسبه لحالات الرابنج لاشز، ممكن نعمل اول حاجه ايبيليشن، هو ان احنا نشيل اللاش بفورسبس، بس ده بيبقى temporarily عشان اللاش بيطلع بعد فترة. طيب تاني حاجة ممكن نعملها هي destruction of the hair follicle، نعمل destruction لل hair follicle، وده بنعمله اما chemical coagulation by electrolysis او thermal coagulation by diathermy او by laser photocoagulation. طيب في حالات التريكيزز اللي هي اكتر من 4 lashes mal directed، بنعمل الاتي، يا اما في حالات التركيزز الون، او في حالات التركيزز with entropion. في حالات التركيزز الون، في حالة الابر ليد بنعمل operation اسمها فان ميلينجن operation. ايه هي الفان ميلينجن operation؟ بنعمل displacement للرابنج لاشز away from the eyeball by putting a membrane graft in an incision at the gray line of the lid margin. طيب بالنسبة لللور ليد بنعمل operation اسمها Webster operation by putting membrane graft at the sulcus subtarsalis to straighten the deformed tarsus. لو اخدنا cut section في الليد هنلاقي ان السلكس subtarsalis دي posterior to the tarsus. طيب بالنسبة للحالات اللي هي trichiasis ومعاها كمان entropion هنعمل ايه؟ لو في حالات الابر ليد بنعمل Snellen's operation، وهي الصور اللي تحت دي كلها سنيلنز اوبريشن. لو احنا بصينا الاول صورة اللي انا معلم عليها دي، هنعمل ايه في السنيلنز اوبريشن؟ هنعمل فتحة هنا incision of the skin and muscle لغاية ما نوصل للتارسس اللي انا معلم عليها دي، وبناخد ويدج ونعمل له cut زي ما هو متعلم عليه بالاصفر، ودي بنسميها ويدج ريسكشن. بعد كده بعد ما بناخد الويدج ريسكشن بنعمل سوتشر للوند. يبقى كده اول صورة هنا ده شكل الليد بتاعنا، تاني حاجة بعمل ويدج ريسكشن في التارسس، وتالت حاجة خيط الوند بتاعي تاني. يبقى دي سنيلنز اوبريشن. طيب في حالة اللور ليد نعمل ايه؟ بنعمل ويبستر اوبريشن اللي احنا شرحناها فوق. اوربت Orbital cellulitis. يعني ايه orbital cellulitis؟ يعني inflammation of the eye tissues behind the orbital septum. يعني ايه الكلام ده؟ لو انا بصيت للصورة اللي قدامي دي، فانا عندي الجفن وراه اللي انا معلم عليه ده بالبوينتر هو التارسوس، تارسوس طالع منه septum بسميه ال orbital septum، ورا ال orbital septum في soft tissue. لو حصل inflammation لل tissues دي بسمي الحالة دي عندها orbital cellulitis. طيب ايه هي ال causative organism؟ either staph aureus او strept او hemophilus influenza. بالنسبة لل clinical picture، العيان ده بيجي يشتكي من ايه؟ بيجي يشتكي من pain fever و soft tissue edema زي ما احنا شايفين في الصورة اللي تحت، عنده ورمان حول العين، ممكن يجي كمان يشتكي من exophthalmos كحوص في العين و restricted eye movement. لو انا بصيت للصورة دي خلي العيان يبص في كل الاتجاهات، هلاقي ان العين المصابة ما بتتحركش في نفس اتجاه الحركة للعين التانية اللي هي العين السليمة. يبقى
العيان ده هيبقى عنده restricted eye movements. طيب بالنسبة للinvestigations اللي انا هعملها، هعمل له CT orbit، وبالنسبة للتريتمنت هدي له intravenous antibiotics. Thank you.